تتمتع الخيول بكاريزما خاصة تخطف قلوب الجميع وتجعلهم يتمنون خوض تجربة قيادة هذا الفرس السريع الذي له الكثير من الميزات، حيث تعتبر الخيول من أقدم الحيوانات الموجودة على سطح الأرض، ويصل طولها إلى 160 سنتيمترا ويزيد أحيانا، كما يبلغ وزنها ما يقرب من 380 إلى 500 كيلوغرام. يتراوح متوسط عمر الحصان الواحد من 25 إلى 30 عاما. تصل سرعة الحصان القصوى إلى 64 كيلومترا في الساعة. لا يقتصر حب الناس للخيول لجاذبيتها فقط، ولكنها تتميز أيضا بالذاكرة القوية وشدة العاطفة، مما يجعل اللعب معها علاجا نفسيا يحسن من مزاجية الشخص ويخرجه من حالة الاكتئاب. هناك ما يقارب من 400 سلالة من الخيول تنتشر في جميع أنحاء العالم، ويعتبر الخيل العربي الأصيل أفضلهم على الإطلاق لاتساع قفصه الصدري وقوة تحمله على الجري السريع دون راحة. تمتلك الخيول 5 قلوب، الأول في الجهة اليسرى من الصدر، ويتوزع الأربع الآخرين في كل حافر من حوافره لتوصيل الدم إلى الأطراف. تذرف الخيول بالدموع والبكاء عند حزنها وأثناء ولادتها، بينما تعبر عن سعادتها بالضحك وإظهار أسنانها ورفع رأسها للأعلى.